مصطفى كامل بعد الصورة الأخيرة للفنان إيمان البحر درويش بيطالب إن أي حد من عيلة الفنان إيمان البحر درويش تتواصل معه. طبعا خلال الوقت البسيط اللي فات ظهرت صورة للفنان الكبير إيمان البحر درويش وهو بحالة صحية غير جيدة تماما، وواضح إن هو تعبان جدا زي ما واضح قدام حضراتكم كده. فطلب الفنان مصطفى كامل وقال إن هو عاوز يتواصل مع أي حد من عيلة الفنان إيمان البحر درويش علشان يقدر يساعد ويتدخل والنقابة تعمل اللي عليها، وقال إن هو ما كانش يعرف بحالة الفنان إيمان البحر درويش الصحية، واتفاجئ جدا بعد لما شاف الصورة دي. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.